بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بالشيخ عرفات بن حسن المحمد حفظه الله، ونرحب بالحضور الكرام مسجد تقي الدين الهلالي وبالمستمعين الفاضل عبر ميراث الأنبياء في هذا اللقاء 15 الذي يجيب فيه الشيخ على بعض الأسئلة التي وصلتنا. نبدأ على بركة الله بالسؤال الأول. يقول صاحبه: هل يجوز للمسلم مساعدة المساجد أو الدعاة الذين ليسوا على السنة بالمال؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أقول الجواب عن السؤال الأول: لا أنصح وأقول لهذا السائل لا تفعل هذا ولا تعن هؤلاء على بدعتهم، إلا إذا غلب على ظنك أن هؤلاء سيرجعون عن بدعتهم ويتوبون منها ويتركونها فنعم. الله يقول في القرآن: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أو أن هؤلاء الذين ستساعدهم قد يكونون من عوام الناس، وغلب على ظنك أن هؤلاء سيقبلون دعوة أهل السنة، لا سيما إذا اجتهدتم في دعوتهم، فلا حرج. لكن أهل السنة أولى وأحق بهذه المساعدات. أهل السنة في أغلب البلدان وفي أكثر أصقاع الدنيا لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، فضع صدقتك في مكانها الصحيح لو كنت ترجو الثواب، ضعها عند أهل السنة حتى تتعاون مع أهل السنة على البر والتقوى. أما أن تضعها في أماكن لأناس هم أصحاب بدعة فتكسب إثما، الله يقول: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. نعم، بارك الله فيكم. يقول صاحب السؤال الثاني حفظكم الله وبارك فيكم: كثير من الطلاب المنحرفين يربطون عامة الناس بأشخاصهم أو بالمشايخ غير المنصوح بهم أو حتى المحذر منهم، ما نصيحتكم للمسلمين حول هذا الأمر مع الطلب منكم بالتفضل بذكر أهل العلم في هذا الزمان، وإلى من نرجع في الأمور الشرعية؟ النصيحة في هذا، بارك الله فيك، أن هذا شيء معلوم، فالناس للأسف إلا من رحم الله يتعصبون للأشخاص كإمام أو شيخ أو من رؤوس أهل البدع، أو يتعصب لآبائه أو قبيلته، أو يتعصب لمقالة أو رأي وهكذا. وهذا لا شك ولا ريب فيه قد أبطله الشارع الحكيم وحذر من التعصب، وذم الله سبحانه وتعالى ذلك، وبين لنا كيف كان حال المشركين وكيف كانت الأمم عندما أرسل إليهم الأنبياء والمرسلين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهذه هي حجتهم، حجة واهية، يعادون الرسل ويحتجون بما عليه الآباء. وهكذا هؤلاء الطلاب لانحرافهم ولبدعتهم تجدهم يتعصبون لأشخاص أو لمشايخ، فلا يقبلون الحق إلا من مشايخهم. وإذا جاءت الأخطاء وجاءت الأدلة والبراهين على ضلال هؤلاء، لا تجدهم ينقادون لهذه الأدلة ولا ينقادون للبراهين. فنحن ننصحهم بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وبترك هذا التعصب المقيت، ونقول لهم: من أسباب الافتراق والفرقة التعصب، لأن المتعصب يهلك نفسه ويهلك غيره بهذا التعصب، فيكون كالأعمى الذي لا يرى شيئا فيصر على الباطل ويدافع عنه. والله عز وجل يقول في القرآن عن هؤلاء الذين تعصبوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالله يقول: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم
قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فهذه هي طريقة المتعصبين، وهؤلاء الآن تابعوا هؤلاء للأسف الشديد وصاروا على سنة المشركين. أما بالنسبة لعلمائنا فأنا أنصح طلاب العلم أولا أن يقرأوا كتب السلف، اقرأوا كتب السلف التي نصح بها علماؤنا المعاصرون والذين قبلهم، كتب السنة وكتب الحديث على رأسها الصحيحان والسنن والمعاجم والمسانيد، وكتب السنة التي ألفها أهل السنة كأصول السنة لأحمد وأصول السنة للحميدي والسنة لابن أبي عاصم والسنة لعبد الله وصريح السنة للطبري وشرح السنة للمزني وهكذا الإبانة والشريعة. اقرأوا كتب العلماء الموثوقين كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة. أما بالنسبة لعلمائنا في هذا الزمن فهم كثر ولله الحمد، منهم من فارق الدنيا ومنهم من بقي، يعني كتب العلامة الشنقيطي وكتب الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل وكتب العلامة النجمي وكتب الشيخ زيد والشيخ الغديان والشيخ العفيفي رحمهم الله جميعا والشيخ ربيع والشيخ عبيد الجابري وكتب الشيخ العباد وكتب كثيرة جدا لله الحمد والمنة من علمائنا كتبوها وصنفوها ونشروها ونفع الله بها نفعا كبيرا. وكثير من العلماء في هذا الزمن، يعني علماؤنا قد دلونا عليهم ونصحوا بهم وأرشدونا إليهم، فلعلي ذكرت أشهر هؤلاء، فرحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. نعم. نفع الله بكم. هذه سائلة من سويسرا تقول: لما كان عمري 11 سنة تبناني زوج أمي آنذاك، ولم نكن على علم بتحريم التبني، مع أننا قد اعتنقنا الإسلام، ولما بلغنا الحكم الشرعي في التبني حاولنا حينئذ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغائه. أما زوج أمي الذي أسلم مثلنا فقد تبين لاحقا أنه لا يطبق الإسلام جديا، بل إنه تحرش بي، بل قام بإبعادي عن العائلة، ولهذا فارقته أمي وكان عمري حينها 18 سنة. مع الأسف لا يمكن إلغاء التبني حسب القانون السويسري، ولم نتمكن بعد سنوات إلا من إجراء تغيير الأسماء إلى اسم العائلي الحقيقي قبل التبني، لكنه يبقى حسب الوثائق الرسمية أبلي بالتبني، وهذه الوثيقة علي الإدلاء بها لدى المصالح المختصة للزواج ونحوه، وهذا الأمر تحديدا يسبب لي حالات الكآبة التي أعاني منها بشدة. تقول السائلة: لو تفضلتم بنصيحة وتوجيه لي وجزاكم الله خيرا. هي ذكرت في سؤالها أنها لم تكن تعرف حكم التبني، وكونها أسلمت لا شك أنها معذورة، وكونها عرفت أيضا أن الانتساب لغير الأب كبيرة من كبائر الذنوب، بل هي من الكفر الأصغر، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. المقصود بالكفر هو الكفر الأصغر، إلا إذا استحل ذلك فلا شك أنه يخرج من دائرة الإسلام. وقد جاء أيضا الحديث أنه من صنع ذلك وادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. فقوله وهو يعلم دليل على أن الذي لا يعلم ويكون جاهلا يكون معذورا. وهذه السائلة لا شك أنها لا تعلم كما أخبرت في سؤالها، فهي معذورة، لكن يجب أن تسعى سعيا حثيثا على تغيير الاسم تماما، فلا تنتسب لهذا الرجل لا من قريب ولا من بعيد، وخاصة أن هذا الرجل ليس أباها، وكونه أيضا ظهر خبثه وفجوره لأنه أراد منها الشيء الحرام مع أنها من محارمه فهي ربيبته. وهذه الأخت أنا أنصحها بأن تجتهد في الهجرة والخروج من هذه الديار، وألا تستخدم هذه الأوراق التي فيها النسبة إلى هذا الرجل الذي هو ليس أباها،
إلا في الحالات الضرورية، لأنها ذكرت في سؤالها أنها اجتهدت قدر المستطاع حتى تغير الاسم وتنتسب إلى الاسم الحقيقي، لكنها ذكرت في سؤالها أنها لم تتمكن تماما، وأن هناك أمور لا سيما المتعلقة بالزواج لا بد أن تنتسب إلى هذا الرجل، أو لا بد أن تخرج الوثائق التي فيها اسم هذا الرجل. أنا أقول الهجرة واجبة عليكم، هذا أولا. ثانيا، متى ما استطعت ألا تستخدمي هذه الأوراق فلا تستخدميها، ولا يجوز لك أن تستخدميها، اجعليها في حال الضرورة عندما تضيق الأمور تماما ولا تستطيع أن تفعل شيء إلا بهذه الورقة، ففي هذا الحال أو في هذه الحال فلا بأس أن تستخدميها، وأنت معذورة في الحقيقة لأنك اجتهدت وصنعت ما بوسعك حتى تغيري هذا الاسم إلى اسم العائلة الحقيقي. وعلى كل حال، أمر الكآبة هذا خطأ أيضا، أنت معذورة وصنعت ما هو مطلوب منك شرعا، فقولك أنه يصيبك شيء من الكآبة هذا الأمر ليس بيدك، فأنت معذورة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن متى ما استطعت أن تهاجري، وهكذا المسلمون الذي في هذه البلدان، من استطاع منهم أن يهاجر لا سيما من كان باقيا هناك من أجل الدنيا، فيجب عليه أن يخرج من تلك البلدان. أما من كان داعية أو يدعو إلى التوحيد ويدعو الناس إلى دين الله فهذا جزاه الله خيرا، لأن هذا هو الأصل في المسلمين، أنهم فيما حلوا من مكان أو فيما كانوا من مكان في هذه الدنيا ينفعون، كالمطر إذا نزل والغيث إذا نزل، فينفع بدعوته ويدعو الناس إلى الخير فيتأثر الناس بدعوته سواء من الكفار أو من المسلمين. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، أحد المنحرفين يقول أحد المنحرفين ناقلا عن ابن كثير في البداية والنهاية بأن خالد بن الوليد في غزوة اليمامة قد ذكر بأن شعارهم يومها كان يا محمد، وذكر أيضا أن الإمام الذهبي ذكر في السير أن أبا بكر ابن المقري والطبراني وأبا الشيخ كانوا في روضة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب أبو بكر ابن المقري إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الجوع يا رسول الله. قال: ووجدت أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة وأبو خيثمة في تاريخه والبيهقي في دلائل النبوة، وروى أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. قال: فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: إيت عمر فمره أن يستسقي للناس فإنهم سيسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس. فأتى الرجل عمر فأخبره، قال: فبكى عمر فقال: يا رب ما آلوا إلا ما عجزت عنه، ما آلوا إلا ما عجزت عنه. يقول السائل: من المعلوم أن هذه الأفعال أفعال شركية، فكيف يقع الأئمة الكبار في أخطاء كهذه حتى يستدل المنحرفون بهذه النصوص؟ ولماذا لا نكفرهم كما نصنع بالصوفية الذين يقعون في الشرك الأكبر؟ بارك الله فيكم. نعم، بالنسبة لهذا السؤال، السائل في خاتمة سؤاله يقول: كيف يقع الأئمة الكبار في أخطاء كهذا؟ فنحن نقول له: كيف أنت تصدق مثل هذا وكيف تجزم بصحة هذا؟ فهذا هو الخطأ الذي صدر منك، أنك جعلت هذه الآثار مسلمة وكأنها في الصحيحين، وتقول: كيف الأئمة يقعون ولماذا لا نكفرهم؟ وفي بداية سؤالك تقول: قال أحد المنحرفين. أنت تعرف أنه منحرف ومع ذلك تجعل كلامه كأنه مسلم به، فهنا السائل في الحقيقة أخطأ عندما جزم بصحة ذلك. والجواب عن هذا عموما، الجواب أن يقال: أما بالنسبة لما ورد في البداية والنهاية بأن خالد بن الوليد في غزوة اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب، حرب بني حنيفة، ذكر أن شعارهم يا محمد، وفي الحقيقة الرواية جاءت
كان شعارهم يا محمداه، هكذا يا محمداه. والجواب أن هذه القصة قصة مكذوبة موضوعة لا تصح. لماذا؟ لأنه لم يروي هذه القصة إلا الطبري في تاريخه، لم يروي هذه القصة إلا الإمام الطبري في تاريخه. وإذا نظرنا في الإسناد الذي ذكره الطبري فهو إسناد مليء بالمجاهيل والمتروكين والمبهمين، فإن الطبري يرويه من طريق سيف بن عمر، وسيف بن عمر متروك ومنهم من كذبه. يرويه سيف عن الضحاك بن يربوع وهو مجهول، والضحاك بن يربوع يرويه عن أبيه يربوع وهو مجهول، وأبوه يرويه عن رجل من بني سحيم وهو مبهم. هذا أولا. فإذا انتهينا وعرفنا أن هذا لا يحتج به. لماذا؟ لنكارة إسناده ومتنه. إذا فهمنا أنه يا محمد بمعنى الشرك فنقول هو منكر في المتن، وكذلك الإسناد مظلم ومليء بالمجاهيل والمتروكين وإلى غير ذلك. لكن قد يأتي سؤال هنا، يا محمد ما معنى؟ لو سلمنا جدلا أن هذه القصة صحيحة كما جزم السائل عندما قال فكيف يقع الأئمة الكبار في أخطاء كهذه، فهو يجزم بأن هذا صحيح. فنسلم جدلا أن هذه القصة صحيحة يا محمدة، فما معنى يا محمدة؟ هذه المقصود بها الندبة، مثل ما تقول وإسلامه، تريد أن تستنهض الهمم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لما سمع عائشة تقول ورأساه فقال بل أنا ورأساه يا عائشة، المراد التفجع على الرأس لشدة الوجع وهو ألم الصداع. وهكذا أيضا جاء في كثير من الروايات والأحاديث ما يدل على ذلك. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي وكانت معه فاطمة رضي الله عنها، ماذا كانت تقول فاطمة بعد دفنه ووفاته؟ بعد أن مات قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فهل هذا أيضا من الشرك؟ هذا لا بأس به. وأبو بكر الصديق قال يا خليلاه يا وصفياه وحبيباه، فهذا كله لا بأس به وليس أيضا من النياحة ولا من الشرك، وهذا معروف في لغة العرب المقصود به الندبة. فأنت تريد أن تستنهض هؤلاء فقلت ومحمدة، هذا على القول بالصحة. وزد إلى ذلك أن الرواية قالت كان شعارهم يا محمدة، ومعروف أن الشعار هي كلمة يستخدمها المسلمون ككلمة السر عند المقاتلين، وقد كان يصنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ففي غزوة الخندق كان شعارهم حاميم لا ينصرون، وفي غزوة أحد أمت أمت، وهكذا في غزوة حنين وباقي الغزوات. فالرد يكون من أوجه فيما يتعلق برواية الطبري عندما قال يا محمدة. أولا الإسناد ضعيف، بل جدا ضعيف ومظلم، ولو سلمنا بالصحة فهذه العبارة لا بأس بها هي تقال، لأن المقصود الندبة واستنهاض الأمر، وقد ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه. والأمر الأخير هذا مجرد شعار، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ شعارا في الغزوة كما في أحد وكما في الخندق. وأما ما يتعلق بالأمر الثاني الذي ذكره، وهو أن الذهبي ذكر في السير أن ثلاثة من العلماء الكبار اجتمعوا فقام أحدهم إلى القبر وقال الجوع يا رسول الله. نعم، هذا ذكره الذهبي في السير وهو في المجلد 16. والجواب عن ذلك أن الذهبي رحمه الله لم يذكر إسنادا لهذه القصة، إنما ذكرها كما هي. ولا شك أن أئمة السير والتأريخ عندما يذكرون هذه المرويات يقصدون أن هذا وجد في كتب التاريخ، وأنت بعد ذلك تبحث وتنظر في إسناده وتحكم عليه. ولم يشترط الصحة الإمام الذهبي، إنما ذكر قصة. والإمام الذهبي عقيدته معروفة، وعلى كل حال هذه القصة لا إسناد لها، ولو صحت
لو صحت لقلنا هذا قول عالم أخطأ فيه وليس معصوما، ولو كان حيا هذا العالم لخطأناه وقلنا له هذا خطأ ارجع عن خطأك، لكنه قد توفي لا نستطيع أن نصل إليه. هذا إن صحت القصة، وإلا القصة نحن نحكم عليها بالبطلان ونقول لا إسناد لها، إذن لا نقبلها حتى تكون صحيحة، ولو صحت لقلنا هذا خطأ. وأخطاء الناس أو أخطاء العلماء لا يستدل بها على الكتاب والسنة، ولا يستدل بها على المنهج السلفي. أصول أهل السنة ثابتة، والعالم ليس معصوما. الثالث وهو ما يتعلق بقصة عمر رضي الله عنه، والقصة مشهورة كما ذكر السائل أيضا، قال هي عند ابن أبي شيبة في المصنف، ذكر أيضا أنها عند أبي خيثمة وأنها عند البيهقي في الدلائل، في دلائل النبوة. هذه القصة مشهورة بقصة مالك الدار، لأن الذي روى هذه القصة هو هذا الرجل، واسمه مالك الدار. وأزيدك أن هذه القصة رواها ابن أبي شيبة في المصنف، أخرجها ابن أبي خيثمة، وليس أبا خيثمة كما قال في السؤال، بل هو ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، وأخرجها جمع من أهل العلم كابن عساكر والخليلي في الإرشاد والبيهقي في الدلائل كما ذكر. هذه القصة منكرة ولا تصح، وفيها عدة علل. العلة الأولى مالك الدار نفسه مجهول، لا يعرف هذا الرجل من هو، بمعنى لم يوثقه معتبر، هذا أولا. ثانيا المجهول إذا تفرد في قصة كهذه وهي حادثة عظيمة لا يرويها إلا رجل مجهول يدل على نكارتها. أين الناس وأين الصحابة في زمن عمر، وأين التابعون، وأين من حضروا هذا الأمر؟ هل يعقل أن هؤلاء كلهم غفلوا هذه القصة فيأتي رجل مجهول فيرويها؟ هذا الثاني. ثالثا الانقطاع الذي حصل أيضا في إسنادها بين الراوي عن مالك الدار وهو أبو صالح، وكذلك زد أنها من طريق الأعمش، وقد عنعن في الإسناد وقال عن أبي صالح، وأبو صالح هو أبو صالح السمان ويقال له الزيات، وهذه العنعنة لا تقبل من الأعمش لأنه مدلس. هذا فيما يتعلق في صحة القصة. بقي ما يتعلق أيضا بنكارتها من حيث المتن، ففيها أن الرجل جاء إلى القبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال ائتي عمر فمره أن يفعل كذا وكذا. المنامات لا يؤخذ منها أحكام، هذا أولا. ثانيا ما هي السنة إذا نزل القحط؟ السنة هي صلاة الاستسقاء التي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، فنذهب ونصلي صلاة الاستسقاء وندعو ربنا وينزل الغيث من السماء بإذنه جل في علاه، كما قال الله في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا دليل على مخالفة الأثر للشرع. زد إلى ذلك أن هذا يخالف ما صنعه عمر. عمر صح عنه بأسانيد صحيحة في البخاري وفي غيره لما حصل الجذب والقحط ويسمى عام الرمادة، استسقى وخرج يصلي كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى صلاة الاستسقاء ثم توسل بدعاء العباس، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فقام العباس ودعا الله عز وجل ونزل المطر. هذا هو الثابت عن عمر وهو في صحيح البخاري وفي غيره، ومثله كان يصنع الصحابة. ففي خلافة معاوية رضي الله عنه أيضا حصل القحط وخرج وصلى بالناس وطلب من يزيد بن الأسود أن يدعو، فقام يزيد ودعا فنزل المطر وقال اللهم إنا كنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا ونستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود، فقام يزيد ورفع يديه ونزل المطر، كما جاء عند ابن سعد وعند أبي زرعة الدمشقي في تاريخه.
والشاهد من هذا كله أن هذا الأثر لا يصح لا في سنده ولا في متنه، فكل ما ذكر السائل كلها لا تصح، بل هي ظاهرة البطلان من حيث الإسناد ومن حيث المتن. ولعل هذا الجواب كافي إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول صاحب السؤال الخامس: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، الدعاء المعروف يدعو الناس به في صلواتهم، فهل يشرع هذا الدعاء لأحد ذي والدين كافرين؟ السؤال الخامس يتعلق بالدعاء للوالدين الكافرين، وذكر السائل أنه قد يدعو لهم بقوله: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. إن كان هذان الوالدان كافرين وقد ماتا فلا يجوز الدعاء للكافر الذي مات على كفره. قال الله عز وجل في القرآن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما استأذن ربه أن يستغفر لأمه لم يأذن، واستأذن أن يزور قبرها فأذن له كما في صحيح مسلم. فهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء في هذا، أن من مات على كفره فلا يدعى له، يكون في نار جهنم، لا يدعى له، لا يصلى عليه صلاة الجنازة، لا يدفن مع المسلمين وهكذا. وأما إذا كان هذا الوالد حيا أو الوالدة ما زالت على قيد الحياة، ففي هذه الحال نقول لك: أدعو لوالديك بالهداية وأكثر من ذلك، واحرص على دعوتهما، وأظهر لهما محاسن الإسلام، وكن بارا بهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لليهود عندما يتعاطسون عنده وهم يريدون أن يسمعوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: يرحمكم الله. فماذا كان يقول لهم إذا تعاطسوا عنده؟ يقول عليه الصلاة والسلام: يهديكم الله ويصلح بالكم، فيدعو لهم بالهداية. ونحن هكذا أيضا، من كان أبوه كافرا أو كانت أمه كافرة يكثر من الدعاء لها بالهداية، فإن من أعظم البر أن تكون سببا في إسلام أبويك. وجاء في أثر صحيح أخرجه البخاري في كتابه الأدب المفرد أن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه مر برجل وظن أن هذا الرجل ظنه مسلما، فسلم عليه فرد عليه عقبة قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فالغلام الذي مع عقبة نبه عقبة قال له: أتدري على من رددت السلام؟ فقال له: أليس برجل مسلم؟ قال: لا، هو نصراني. فتبعه عقبة، ماذا قال له عقبة؟ قال له: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك وأكثر ما لك. فدعا له عقبة بما يتعلق بالحياة وبالدنيا، ولم يدعو له بالرحمة، وقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين. وفي الحقيقة لا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، هناك من أجاز الدعاء للكافر الحي وقالوا: لا بأس أن تدعو له بالرحمة ما دام أنه ما زال حيا، أما الكافر فقد أجمعوا على أنه لا يدعى له بالرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي طالب: والله لأستغفرن لك، فأنزل الله هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. أما الحي فطائفة تبيح ذلك، لأنك عندما تقول اللهم اغفر له لا شك أن المغفرة هذه لن تكون إلا إذا أسلم، أما إذا مات على شركه فلا مغفرة ولا تدركه رحمة رب العالمين. قالوا: لأنه جاء في القرآن ما يدل على ذلك، وجاء في السنة عندما قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فاستدل البعض على جواز ذلك بهذا الحديث: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وبعضهم تأول هذا الحديث، ونحن نقول لك: الأفضل أن تكثر من الدعاء لهم بالهداية،
كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، قالها لليهود، وكما قال عقبة لذلك الرجل دعا له بأن يطيل الله حياته وأن يكثر ماله. نعم. أثابكم الله، هذه سائلة تعتذر على طول السؤال وتقول: ما نصيحتكم للزوجات والأمهات اللواتي عزمن عن الهجرة إلى بلاد الإسلام منذ سنوات، لكن أزواجهن لا يرون الضرورة المريحة خلف ذلك، فيأتون بأعذار ومبررات كالأسباب المادية أو صعوبة تأقلم الأطفال في محيطهم الجديد. ولا يخفى أننا نعيش في زمان يتطلب الأمر فيه إلى اليقظة والاجتهاد حتى نتمكن من تربية الأبناء وتعليمهم كما ينبغي. الكثير ممن يعيش في الغرب لا يصلي كسلا، والبعض منهم تسلل الكفر إليه، نسأل الله العافية لنا ولهم والهداية لهم. تقول السائلة: آباء هؤلاء الشباب غالبا لا يدركون هذه الأخطار، وليست لديهم الاستطاعة ولا الرغبة في الاجتهاد والعمل لمواجهتها وكبح جباحها، وفي المقابل لا يريدون التضحية والبقاء هنا للعمل في حالة العسر المادي وتسهيل العيش لزوجاتهم وأبنائهم في بلاد الإسلام. وكثير من الزوجات مثلي كثيرا ما صبرنا على هذه الحال دون جدوى، فهل تأثم الزوجات إذا اتخذنا قرارا يتنافى مع إرادة أزواجهن في سبيل تحقيق المصلحة للأبناء؟ أنا شخصيا أثق في رحمة الله وأتوكل عليه في طلب الرزق، وأنه قادر على إيجاد السبل التي تكون فيها مصلحتنا جميعا، كما نرجو منكم شيخنا الدعاء لنا سائلين الله لنا ولكم المقام الأعلى في الجنة، آمين. هذا السؤال يتعلق بأمر الهجرة، وقد ذكرنا كثيرا وفي عدة لقاءات وفي كثير من الأسئلة ما يتعلق بوجوب الهجرة، وذكرنا أدلة تحريم العيش بين ظهران المشركين، ونصحنا هؤلاء جميعا، وقلنا إن الله عز وجل قد توعد توعدا شديدا لمن تخلف عن الهجرة مع قدرته. لكن ماذا نصنع لأناس تعلقت نفوسهم بالدنيا؟ لهذا الملائكة تقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فالسائلة هنا تسأل عن أمر قد أجمع عليه العلماء، العلماء أجمعوا على وجوب الخروج من ديار الكفار لمن كان قادرا، لا سيما إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه فيجب عليه أن يخرج، وهذا شيء متفق عليه، وإن بقي فهو ظالم لنفسه. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن من أعظم مقاصد الهجرة الشرعية هي الفرار بالدين، تفر بدينك من الفتن وتفر بتوحيدك. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعلى كل حال النصوص في ذلك كثيرة وصحيحة من القرآن ومن السنة، ويكفينا في ذلك الحديث المشهور الذي ورد في السنة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين، فالمسلم والكافر لا تتراءى نارهما. والحديث المشهور أيضا كان يبايع أصحابه وضمن البيعة أن يفارقوا المشركين. والسؤال كما ذكر طويل، لكن هذه هي الخلاصة: من استطاع أن يهاجر ولو كانت امرأة فيجب أن تخرج، وأن تتقي الله في نفسها وتخرج من هذه البلدان التي فيها ضياع للأولاد وفيها ضياع للذرية. وهذا شيء مجمع عليه، حتى أنتم لا تخالفون هناك أن الأولاد يضيعون وأنهم يستغلون، وكم من أسرة فقدت أفلاذ أكبادها بسبب العيش بين ظهران المشركين. فهذه نصيحتي، وقد نصح العلماء قبلنا كثيرا، فنسأل الله الإعانة والتوفيق. نعم. آمين. بارك الله فيكم. تقول السائلة: هل يجوز لي العمل كوسيطة عقارية؟ المقصود بالعقارية أو الوسيطة العقارية هو السمسار، وفي الغالب السمسار لابد أن يكون مع العميل وينزل معه إلى العقار
وينظر وتنظر وقد يلتقون وإلى آخره من هذه الأمور. لا شك أننا لا ننصح لأن هذا فيه فتن وفيه اختلاط ففيه شر. وأي عمل تريد أن تعمل فيه المرأة تكون بعيدة عن الرجال، فالاختلاط شر ولا يأتي إلا بالشر. ابتعدي عن الرجال يكون عملك مع النساء. فنسأل الله التوفيق لنساء المسلمين. نعم، آمين، بارك الله فيكم. السؤال الثامن جاء فيه: متى أقوم بأذكار المساء؟ يقول البعض أن ذلك يكون بعد صلاة العصر وآخرون بعد صلاة المغرب، فما هو الصحيح؟ الأمر واسع في ذلك فلا يشدد فيه، فنقول أذكار الصباح والمساء بالنسبة للمساء تكون بعد صلاة العصر، وتسارع إلى ذلك وتجتهد أن تكون بعد صلاة العصر. لكن لو شغل الإنسان أو حصل له أمر فلا بأس أن يقرأ الأذكار بعد صلاة المغرب، لا بأس. نعم، السؤال التاسع يتكون من 3 أسئلة سأسردها تباعا بارك الله فيكم. تقول أو يقول السائل أو سأسرد 4 مسائل هذه. تقول: أقوم بعرض منتوجاتي على موقع إلكتروني خاص بي للبيع، مع العلم أنني لا أملك هذه المنتجات بعد، وإنما آخذ أوصافها وصورها وجميع ما يتعلق بها من معلومات من الشركة المصنعة أو بائع آخر، فلما يقوم الزبون باشتراء هذه السلعة من موقعي ويوصلون المبلغ عبر البنك، أذهب أنا بدوري إلى الشركة وأشتري منهم هذه السلعة بمالي الخاص، ثم أكلفهم بإرسالها مباشرة إلى زبوني دون أن أراها. هذه الصورة الأولى. نعم، أذكر باقي الصور أم تجيبون على الصورة الأولى أولا؟ لا، نجيب على الصورة الأولى وبعدين تقرأ الصورة الثانية. طيب، بالنسبة للصورة الأولى لا تجوز، هذه الصورة حرام. لماذا؟ لأن السائلة تقول أنها تبيع وتتفق مع الزبون قبل أن تملك البضاعة، لأنها قالت لما يقوم الزبون باشتراء هذه السلعة من موقعي ويرسلون المبلغ أنا أذهب إلى الشركة وأشتري منهم، إذن هي تشتري بعد أن باعت، فباعت شيئا لا تملكه، وهذا لا يجوز. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تبيع شيئا ما ملكته، لا تبع ما لا تملك، وكذلك أيضا لا تبع ما ليس عندك، إلا في حالة واحدة، إذا كانت هذه المرأة وكيلة عن الشركة تعمل لشركة وتتقاضى راتبا فلا بأس، لأن الوكيل له حكم الموكل. أما وهي تتاجر وحدها وتبيع وتشتري وحدها، قد تذهب لشراء هذه السلعة التي باعتها من الشركة ولا تجدها، أو الشركة لا تبيع لها، لا يجوز، وهذا يسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين. الواجب على هذه المرأة أن تملك البضاعة وتنقلها إلى محلها أو دكانها، ثم بعد ذلك تبيع كيف شاءت. نعم، الصورة الثانية بارك الله فيكم تقول: ما يعرف بدروب شيبينج، يعني أقوم بشراء أشياء معينة بالجملة لكني أطلب من الشركة ألا ترسل لي هذه المنتجات بل تبقيها عندها، أو أقوم بترتيب إيداعها في مستودع خاص بي ريتما أجد مشتري لها، ولما أجد من يشتريها أقوم بإرسال هذه المنتجات إليه مباشرة، فهل هذه الصورة صحيحة؟ لأني لم أبع ما لا أملك لكنني لم أتسلم البضاعة، وذلك بطلب مني حتى أوفر مثلا بعض نفقات الإرسال. ماذا تقصد بقولها أن تودعها في مستودع خاص؟ إن كان هذا المستودع الخاص يتبعها، كأن تكون استأجرت هذا المستودع، فلا بأس، لأنها في الحقيقة نقلت هذه البضاعة، نقلت هذه البضاعة واشترت هذه البضاعة، وهذا الذي ذكرناه في الصورة الأولى، قلنا الواجب أن تشتري البضاعة ثم تملكها ثم تنقلها إلى دكانها، إلى محلها، إلى مستودعها، إلى مستودعها الخاص، فلا بأس في ذلك. أما إن قصدت بالمستودع أنه مستودع الشركة التي اشترت منها فهذا لا يجوز، لأنها ما زالت عند البائع،
فلا بد أن تنقل إلى مكان، هذا المكان يكون خاصا بها، حتى لو قدر الله وتلفت هذه البضاعة أو حصل شيء من ذلك فإنها هي التي تضمن، لأنها هي التي تملك هذه البضاعة، ولا يحصل خلاف بينها وبين من اشترت منه. فعلى كل حال نكرر ونقول، إن كانت اشترت هذه البضاعة ونقلتها سواء إلى دكانها الذي تملكه أو إلى مستودع استأجرته أو إلى مستودع يتبع صديقتها أو أهلها، لا بأس، فلتبع بعد ذلك كيف شاءت. أما إذا لم تنقلها فلا يجوز لها أن تبيع شيئا لم يدخل في ملكها. نعم، بارك الله فيكم. الصورة الثالثة والأخيرة تقول: قرأت في إحدى الفتاوى أنه لا يجوز بيع ما ليس بحوزتي، وكثير من الأخوات يقدمن خدمة إرسال الطلبيات في شبكات التواصل لشراء ملابس إسلامية كالخمر والعباءات ونحوها، علما أنهن لا يملكن هذه الملابس بل ويشرعن في تخييطها بعد حصولهن على الطلبية في الشبكة من الزبناء، فهل تجوز هذه المعاملة؟ إذا قصدت في هذه الصورة أنها تعرض الثوب أو الخمار أو العباءة وتقول لهذه المشترية سأصنع لك مثلها، وعلمت هذه المرأة التي ستشتري فقالت نعم أريد مثل هذا الثوب أو مثل هذا الخمار، فهي تريد منها أن تخيط لها، فلا بأس، فلا بأس، وهذا مباح. أما أن تري لها البضاعة وتوهمها أن هذه البضاعة موجودة وجاهزة وهي الآن عندي وسأرسلها لك بعد أن تدفع المال، والأمر ليس على هذا، أي بمعنى أنها لم تخيط، بمعنى أنها هذه العباءة أو الخمار غير موجود أصلا، والمشترية المرأة تظن أنها موجودة وأن الذي رأتها هي التي ستباع، وصاحبة هذا المحل تقصد أنها ستخيط وأنها ستفعل ذلك، هذا لا يجوز. لا بد في البيع والشراء أن نبين وأن نكون صادقين، كما قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما. فلا توهم هذه المشترية البائعة، لا يجوز لها أن توهم هذه المشترية أن هذا اللباس موجود، والمشترية تظن أن هذا اللباس موجود وهو ليس كذلك، فتذهب وتخيط لها، هذا حرام وفيه غش. الواجب أن تقول لها سأصنع لك مثل هذا، سأخيطه تماما، القماش نفسه والهيئة نفسها، فإن وافقت فلا بأس، هذا لا بأس به. نعم، بهذا نأتي إلى ختامية اللقاء، جزاكم الله خير على ما قدمت من إجابة نافعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.